يبقى انت تريد خلينا نقول الوزن المثالي وليس الجسم المثالي. الوزن. لانه الوزن المثالي اذا توزع بشكل صحيح انت فوق البيعه جسمك يترتب. صحيح صحيح. احرص دائما انه الجين اللي انت تريده هيلث ماي هيلث صحتي، انا اريد صحتي. صحيح. انا اريد وزني يكون ضمن الوزن اللي هو لان مرات اكو ناس تدخلي مثلا او من انصحهم هو العمر مره واحده مو ايش قد نريد نعيش وخلنا إيه. اوكي صح صح. عمرك 40 50 60 70 80 سنه، اكو فرق تعيش ل 80 سنه وانت شخص هيلثي، واكو فرق من تخلصها مستشفيات واطباء. صح. هنا الفرق انه انت دا تستثمر في صحتك، فهي الطريقه انه تستهدف الايض في اوقات محدده وبتراكيز محدده، يعني ماكو فد شيء حين منع عندك من الاكل، هذا النظام الصحي، لكن تقنين. انت تريد تضعف انا راح اعطيك برنامج نفس المواد الغذائيه لكن اغير لك الجرعه والتوقيت. انت تريد تسمن نفس المواد احيانا، يعني انه هي هاي اللعبه هي نفس المواد الغذائيه لكن اجي اغير تراكيزها، بروتين دهن فيتامينات، ايش قد انطيها لهذا الشخص حسب حاجه جسمه. يعني نقدر نقول انه هو النظام الغذائي مو بس في زياده الوزن لازم نتابعه، حتى في حال انه عندنا نقصان بالوزن لان هي كلش مهمه، وبالتالي ام المشاكل هي الغده الدرقيه. اي ام المشاكل، احنا نسميها ام المشاكل لانه اعازاتها مباشره. صحيح. للدماغ، حتى الغده النخاميه ما تشتغل اذا هي ما تعطيها اعاز. فبالتالي اي اضطراب، اي خلل، اي نقص في خلينا نقول المكون الاساسي لها اللي هو اليود، لانه الثايروكسين هو الهرمون اللي تنتجه، فاي خلل يصير في هذه الجرعه هي راح بالتالي المنتج اللي تنتجه ما راح يكون بنفس الكفاءه اللي يعمل بها بقيه الهرمونات الاخرى. اكيد طبعا.